فغدا تلقى الأحبة محمدا وحزبا ولا يقوم الدين إلا مع الصدق وبالصادقين. ولذلك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وبين الله عز وجل أنه اختص رجالا رزقهم الصدق وبهم يقوم الدين، فقال تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هذه آية ينبغي أن يتعقلها صاحب السنة، أن يعلم معناها وأن يعمل بمقتضاها. الصدق هو الإخبار عن الواقع دون زيادة. إذا قيل فلان صادق أي أنه يخبر عن الحق كما هو، فإذا أخبرت عن الواقع على غير ما هو عليه فيقال لك كذبت، إما قصدا وإما خطأ. فإذا أكثرت من الإخبار عن الواقع على غير ما هو عليه فيقال كذاب، وإذا أخبرت عن الواقع بالصدق فيقال صادق. فإذا كان هذا هديك وتحريك وأكثرت منه فيقال صديق. يقول الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فقرن بين الصدق وبين الإيمان، لأن الإيمان لا بد له من أن يظهر أثره على أفعال الإنسان وعلى أقواله وعلى تصرفاته. فإذا كان الإنسان مؤمنا واستقر الإيمان في قلبه فإن هذا يظهر على جوارحه قولا وفعلا، ولذلك على قدر ما يظهر على جوارحك من طاعة الله على قدر إيمانك، وعلى قدر ما يظهر على جوارحك من معصية الله على قدر ضعف إيمانك. وهذا هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد سائر الجسد ألا وهي القلب. إذن متى علم الله في قلبك الإيمان والصدق فإن الله عز وجل يؤتيك على ما في قلبك من الصدق. إن الأمة أحوج ما تكون إلى الصدق في زمن الفتن، ولذلك الله جل وعلا يقول مبينا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فهناك إيمان وهناك صدق وهناك عهد. فالإيمان ما استقر في قلبك قول القلب وفعله وما ظهر من أفعالك، كما يقول أهل السنة الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد وينقص ويصح الاستثناء فيه لا على وجه الشك. فحينئذ ذكر الله الإيمان وذكر الصدق وذكر العهد. فالصدق هو أن تصدق الله عز وجل وتؤدي مقتضى العهد. فحين تعاهد الله أن تقوم بأمر الله ثم لا تقوم فلم تصدق،
وإنما تصدق إذا عاهدت ووعدت فأوفيت. فالأمة تحتاج إلى الصدق لا سيما في زمن الفتن، لأن الصدق ضده الكذب. قد يعلم الإنسان الحق ولكنه يحيد عنه وينصرف لضعف إيمانه، لطمع يرجوه في الدنيا، أو لرهبة يرهب من نطق الحق فحينئذ ينحرف. فانحراف الناس كثيرا ما يكون بسبب رغبة أو رهبة. ولذلك انظر كيف انحرف الرجل الذي أوتي العلم، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. هذا رجل آتاه الله العلم لكنه ما صدق. لماذا؟ قال تعالى فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. هذان سببان يصرفانك عن الصدق: الخلود إلى الأرض، شهوات الدنيا وملذاتها ومعاصيها والشبهات. أخلد إلى الأرض واتبع هواه، والهوى هو الشبهات التي تكون في هوى الإنسان. فضياع الإنسان بين شهوة في معصية الله وبين شبهة في أمر الله، وإذا اجتمعت الشهوات مع الشبهات أفسدت على المرء دينه ودنياه. ولذلك لا يمكن أن تحقق الصدق حتى تزهد في الدنيا وحتى ترغب فيما عند الله. فإنك إن زهدت في الدنيا لم تطمع أن تأخذ من الناس شيئا. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه على أمر عجيب: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا نسأل الناس شيئا، حتى كان بعض أولئك الرهط يسقط الصوت من يده فينزل من عن ناقته يبركها ولا يقول لأحد ناولني. إذا زهدت في دنيا الناس وفقت بالصدق. لماذا؟ لأنك لا تغير ولا تبدل لطمع ترجوه من دنيا الناس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يربط الحجر على بطنه ومعه عبد الرحمن بن عوف ومعه عثمان بن عفان، وبعضهم يخرون من شدة الجوع على الأرض، وفيهم أمثال عبد الرحمن بن عوف وأمثال عثمان بن عفان في الغنى. كثير من أهل زمانك هذا يعلمون الحق ولكنهم لم يصدقوا، إذ غرتهم الدنيا ومالوا إلى الدرهم والدنانير. ولذلك يقول الإمام أحمد لما أرسل إليه الخليفة بصرة من الدنانير فأخذها أحمد رحمه الله ووزعها، قال صالح بن الإمام أحمد: ثم أكلنا من الليل فدعا أبي بالماء والخبز اليابس فبله وأكله. قال صالح كما في سيرة الإمام أحمد لابنه صالح: فلما مضت سنة قال لي أبي: يا صالح، أما إننا لو كنا أخذناها عام القابل لكانت نفذت. يعني لو أننا أخذنا هذه العطية ومرت سنة ستنفذ، إذا نحن اكتفينا بالخبز اليابس والماء. الصدق مع الله له علامات. من علامات الصدق أن تزهد في دنيا الناس، تحبه في الله ويحبك في الله، تخر على الأرض جوعا وصاحبك يملك جبال الذهب ولا تلتفت إلى ما عنده من الدنيا. كثير من أهل زمنك هذا يعرفون الحق ولم يصدقوا. لماذا؟ أرادوا أن يملأوا بطونهم فثقل عليهم أن ينطقوا بالحق،
فضلوا وأضلوا. علامة الصادقين الزهد في الدنيا، وليس الزهد أن تكون فقيرا وأن تلبس ثيابا ممزقة، لا، الزهد أن تستغني عن الناس بما ترجوه من الله. ولذلك لما جاء الرجل أشعث رث الهيئة والثياب، فقال له صلى الله عليه وسلم: من أي مال الله آتاك؟ قال: من كل مال الله آتاني. قال: فليرى أثر نعمة الله عليه، فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. فالصدق مع الله لا بد من أسباب ليتحقق فيه، منها الزهد واتباع السنة. ولذلك الله جل وعلا يقول: ولو شئنا لرفعناه بها، ولكن عند أهل اللغة للاستدراك تدل على السبب المانع من الرفعة. لماذا لا يرفعك الله بالعلم؟ لأجل أمرين أو لأحدهما، إما لاجتماعهما أو لأحدهما، ولكنه أخلد إلى الأرض. الخلود البقاء والمقام والاستقرار، اطمأن إلى الدنيا وأخلد إليها، ولكنه أخلد إلى الأرض. ثم إذا أخلد الإنسان إلى الأرض واتبع الشهوات ضعف في أمر الله، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فأضر الرجل ولم ينتفع بعلمه بشهوة وشبهة، فضاع عليه دينه. قال تعالى: فمثله كمثل الكلب، شبهه الله بالمثل القبيح لما أعرض عن الله جل وعلا. قال تعالى: فمثله كمثل الكلب، شبهه الله بالمثل القبيح لما أعرض عن الله جل وعلا. لا يزال في كل زمن أن يجعل الله فيه أهل الحق والهدى، لا ينفك زمن عنهم. قال تعالى: فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. إذن أهل الصدق وأهل الحق وأهل السنة لا يزالون في كل زمن، وهذا الذي جاء في كتاب الله من انتظار هؤلاء الصادقين هو الذي جاء في السنة. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. قال البخاري: وهم أهل العلم. وقال أحمد: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. وروى ابن ماجة فيما صححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته، ومنهم من ينتظر. هؤلاء الذين ينتظرون أمرت أن تكون معهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نزلت في كعب بن مالك حين تخلف عن غزوة تبوك كما جاء حديثه الطويل في الصحيحين. فلما تخلف كعب بن مالك جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، والله إني أوتيت جدلا، يعني أنا أستطيع أن أحتج وأن آتي بالحجة لأبين عذري، وإني والله لو شئت أن أخرج من سخطك اليوم يوشك أن يسخط الله علي سخطا لا يرضيك بعدها عني أبدا. والله يا رسول الله ما كنت أقوى ما كنت من يومي هذا، والله ما جمع أو ما جمع لي كذا وكذا إلا يومي هذا. سبحان الله، يذكر الأسباب التي تجعل المخلوق يشتد غضبه عليه. يقول له: أنا لست معذورا في التخلف، بل أنا اليوم حين تخلفت عنك كنت أملك ما لا أملك قبلها. إذن يذكر الأسباب التي تؤدي إلى زيادة السخط عليه. لماذا؟ لأن الصدق مع الله له باب: أن تقصد وجه الله، فإن أردت غير الله فأنت وما أردت، وأما إذا أردت وجه الله كفاك الله المخلوق. ولذلك
لما بين ما عنده وعلم الله صدقه قال أما هذا فقد صدق فقد صدقكم أما هذا فقد صدق قم حتى يقضي الله في أمرك. قبل ظواهر المنافقين وترك هذا الرجل الصادق ليقضي الله في أمره. ثم أنزل الله عقب ذلك بعد ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال كعب بن مالك فوالله ما أعلم أن الله أنعم علي بنعمة بعد أن هداني إلى الإسلام من أن وفقني أن صدقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هنا الصدق أنك لا تنظر إلى رضا المخلوق، وإن ضاق الأمر عليه وإن اشتد الأمر بك ماذا تريد من المخلوق؟ إن أردت الدنيا فلله خزائن السماوات والأرض وعند الله كل الخزائن. يقول ابن القيم في قوله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، يقول ابن القيم ومن فوائد هذه الآية أن من علم أن كل شيء خزائنه عند الله لم يلتفت إلى غير الله. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، يقول ابن القيم من علم أن خزائن كل شيء بيد الله لم يلتفت إلى المخلوق. إذن الصدق مع الله لا تلتفت إلى رضا الناس. سخط الناس أمرضوا عليك بالحق والصدق وإن كنت وحدك. وقد روى ابن أبي شيبة ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق من قول ابن مسعود رضي الله عنه وأسناده صحيح وهكذا صححه الألباني أن ابن مسعود يقول الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. إذن لا يغرنك تقلب الناس في الكفر والبدع، عليك بالصدق ولو كذب من حولك فالزم منهج الصدق وكن مع الصادقين. قال الله عز وجل فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. هؤلاء الذين ينتظرون هم الصادقون. بماذا أمرنا؟ أن نلزمهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. تكن مع الصادقين، لا تكن مع الصادقين في حزب، فإن الصادقين لا يجمعهم تحزب بغيض وإنما يجمعهم حزب الله، حزب الله الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح. قال الله تبارك وتعالى مبينا ومنهم من ينتظر ثم خاتمة الصدق وعلامة الصدق وأثره وثمرته لزوم الحق وأن لا تبدل ولا تغير. قال تعالى وما بدلوا تبديلا، لأن التبديل كذب. إذا بدلت فقد كذبت، إذا بدلت ما عاهدت فقد كذب، وإذا بدلت ما أخبرت عنه من أمر الشرع فقد كذب. فالتبديل تبديلان، تبديل فيما عاهدت الله عليه وتبديل في العهد نفسه، أن تغير أمر الدين وأن تسلك مسلك البدعة والضلال وأن تغير ما أمرت بلزومه. ولذلك المبدل لأمر الله عز وجل لا يمكن أن يكون صادقا. ولذلك يوم القيامة حين ترد أو يرد الناس على النبي صلى الله عليه وسلم الحوض قال وإنه سيؤخذ برجال ذات اليمين وذات الشمال فأقول أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن أحدث أو بدل بعدي. التبديل، تبديل الأمر الشرعي هو علامة أهل الفتنة والزيغ والري. ولذلك علامة المؤمن الصادق أن لا يبدل، أن يثبت على الحق والصدق وإن قل السالكون.
وعلامة المبتدع أن يقلبه الهوى حسب ما يهوى. ترى اليوم تراه على قول، فإذا أغضب القول الناس وافق الناس في قولهم الآخر، وإذا رضوا رجع إلى القول الأول، فهو لا يثبت على قرار. وأما صاحب السنة فهو صادق لا يغير ولا يبدل، فإن صدقت صدقت. ولذلك لما جاء معاذ رضي الله عنه وصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم به سورة البقرة، فانصرف معاذ وصلى إماما بقومه، فجاء فتى من الأنصار وكانوا يسرحون بإبلهم يسفقون الماء من بعيد، فأمسى الفتى وجاء مساء فوجد معاذا يصلي، فدخل في الصلاة فأطال معاذ يقرأ بسورة البقرة حتى شق على الفتى، فأتم صلاته وسلم وانصرف. وقد بوب ابن تيمية الجد في المنتقى بابا على هذا الحديث، فقال: باب انفصال المأموم عن الإمام بعذر، باب انفصال المأموم عن الإمام بعذر. فسلم الفتى وخرج من الصلاة، فأخبر معاذ بما فعل الفتى، قال: إنه منافق. فبلغ الفتى قول معاذ بأنه يقول عنه منافق، قال: والله لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأخبرنه. فأتى الفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وقال: إن منكم منفرين، من صلى بالناس فليصلي بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى وسبح اسم ربك الأعلى فإن فيهم كذا وكذا وكذا. ثم انصرف الفتى الأنصاري وقال: لا يعلمن معاذ حين يلتقي القوم غدا، يعلم معاذ هل أنا منافق أم صادق حين يلتقي القوم غدا في القتال. فذهب الفتى، فقدر ربي عليه سبحانه وتعالى أن قتل في تلك الغزوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ، ما فعل خصمي وخصمك؟ فقال معاذ: يا رسول الله، صدق الله وكذبت. هذا هو الصدق، الثبات على الأمر. ولما جاء الرجل الآخر وكان قد أسلم وبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فبعد أن انقضت الغزوة أرسل إليه بعض المغانم، فقيل له: هذا نصيبك من الغنيمة. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما هذا؟ فأخبره، قال: يا رسول الله، ما على هذا اتبعتك، وإنما اتبعتك على أن أرمى بسهم من هنا ويخرج منها هنا. قال: إن تصدق الله يصدق. فخرج الرجل وقاتل حتى قتل، فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو قتيل، فقال: أهو هو؟ قالوا: نعم. قال: صدق الله فصدقه الله. لا تبدل ولا تغير، اثبت على السنة، فغدا تلقى الأحبة محمدا وحزبه. إذا ثبت على السنة رضي الله عنك، ولو سخط عليك كل الناس. فإن المقصود الذي ينبغي عليه المؤمن أن يرضي ربه عز وجل. لا تكن في بلدك بقول ثم تنتقل إلى بلد آخر بقول، لا تجلس في مجلس بقول ثم ترضي زيدا وفلانا وفلانا، وإنما قل ما تعتقد من السنة، فإن وافقت صاحب سنة أيدك ونصرك وأحبك، وإن وافقت صاحب بدعة أرحت واسترحت واستغنيت بما عندك من السنة عن كل صاحب بدعة. قال الله: وما بدلوا تبديلا. التبديل في أقل الأمور تترتب عليه اللعنة. التبديل كما سمعنا اليوم من الشيخ أبو العباس حفظه الله الحديث الذي فيه صحيح البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في المدينة: المدينة حرم من كذا إلى كذا، من آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.
إذا آويت محدثا رجل غير وبدل وأنت لم تغير ولم تبدل ولكن آويته ناصرته وأنت لم تبدل ولم تغير. الآوي غير المحدث، لكن من آوى محدثا، وعلى الضبط الآخر من آوى محدثا يختلف المعنى. فإن آويت محدثا تتنزل عليك اللعنة، فما بالك بالمحدث، ما بالك بالمبتدع. لا تقل أكثر الناس يقولون كذا وكذا، عليك بالسنة. الناس في زمن أحمد بن حنبل كانت الفتن وكان الأئمة من أهل السنة يبتلون في اعتقادهم، حتى كان بعضهم يعرض على السيف فإن أجابه إلا ضربت عنقه، ومع ذلك ثبت الله أئمة أهل السنة. وكان الإمام أحمد يقول اصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. فالصدق مع الله يا إخواني لا بد فيه من الثبات على الحق، وما بدلوا تبديلا، لم يغيروا شيئا من أمر الدين، لا غيروا في عهدهم مع الله ولا غيروا أمر دينهم. ولذلك علامة السني تضطرب الأحوال وتضطرب الأمور، وما كان يقوله قبل 50 سنة يقوله بعد 50. وعلامة المبتدع أن يبدل وأن يغير كان قبل سنين يقول بأنه لا يحل الخروج على ولاة الأمر، ولا يحل كيت وكيت، ولا تحل المظاهرات، ولا ثم ماذا بعد ذلك؟ ثم ركب موجة الراكبين. هذا دليل على عدم صدقه فيما هو عليه. وإلا فإن صلاة الظهر 4 ركعات في الحضر، منذ أن بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هكذا دين الله ثابت لا يتغير ولا يتبدل، وإنما عليك بالسنة. ولا تستطيع أن تثبت على الحق إلا أن تكون مع أهل الصدق، وأن تكون معهم فيما هم عليه من المنهج وفيما هم عليه من الحق. سواء كنتم في موضع واحد أو نأت بكم الديار، فأهل السنة يلتقون وإن لم يلتقوا، وأهل البدعة يفترقون وإن عاشوا تحت سقف بيت واحد.